كرم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والدكتور عبد الكريم سلطان المدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية، كرموا الطلاب الفائزين من الأزهر في المرحلة النهائية من مشروع تحدي القراءة العربي في نسخته السابعة وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات. في احتفالية كبرى بمركز الأزهر للمؤتمرات توج مشروع تحدي القراءة العربي في دورته السابعة الطالب مصطفى عبد الغني على مستوى الأزهر الشريف ليمثل مصر في المسابقة التي تقام بدولة الإمارات. لقد كنت مداوما على القراءة منهما في طلبها حتى تبلغت هذا المنصب، وأشكر الله عز وجل له الفضل في الأولى والآخرة. مين بيشجعك أو أنت؟ لقد كان المشجع الأول لي هو أخي الأكبر فضيلة الشيخ منتصر محمد حفظه الله، كان هو الدافع والحافز دائما. ويحظى المشروع بدعم كامل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وهو ما تجلى في مشاركة أكثر من 2 مليون طالب من أبناء المعاهد الأزهرية. ها نحن الآن نقف على نهاية عام مضى لنحتفي بمنجزاتنا في مشروع تحدي القراءة، أكبر مشروع عربي لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي. بدورها ثمنت دولة الإمارات دور الأزهر التاريخي في نشر قيم الإسلام وحفظ لغة القرآن. نعلم جميعا الدور التاريخي للأزهر الشريف في الحفاظ على لغتنا العربية، لغة القرآن الكريم، ودعواته الدائمة إلى العلم كشرط أساسي للنهوض الحضاري، وهذا ما ينسجم مع أهداف مبادرة تحدي القراءة العربي. هو حصن اللغة العربية في الواقع ومشاركة 2 مليون طالب وطالبة ومستويات متميزة جدا، يعني احنا سمعنا الأبطال وسمعنا كيف يتحدثون باللغة عربية فصيحة، سعداء جدا للاهتمام باللغة العربية. الدورة السابعة في مبادرة تحدي القراءة العربي ما شاء الله هناك مشاركة أكثر من 24 مليون و 800 ألف طالب وطالبة من 46 دولة حول العالم. ويرى الأزهر الشريف أن نجاح هذه المسابقة يعد تحديا في ظل سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي. مع ثورة السوشيال ميديا ومع اتجاه أبنائنا واتجاه كل الشباب في السن المرحلة الإعدادية والثانوية إلى الموبايل والسوشيال ميديا، افتقدنا القاعدة عريضة من القراء من أبنائنا اللي بيقروا، فبالتالي مسابقة زي دي بترجع الطالب تاني وبترجع أبنائنا تاني إلى الكتاب وبتبعده شوية عن السوشيال ميديا. واستحدث الأزهر الشريف هذا العام مسابقة لذوي الهمم، وجاءت مريم محمود عن منطقة المنيا الأزهرية في المركز الأول. أحب القراءة جدا والقراءة يعني الحمد لله لما أنا خدمة القرآن الكريم فهو اللي ساعدني للقراءة أن أنا أقرأ والحمد لله ده فضل من ربنا. وتعد الدورة السابعة من مشروع تحدي القراءة العربي الأكبر من نوعها منذ انطلاق المشروع. مشاركة قياسية وفاعلة إذن لأبناء الأزهر الشريف في مشروع تحدي القراءة العربي الذي ينمو عاما بعد عام، مشاركة تؤكد حرص الأزهر الشريف على دعم دور اللغة العربية ثقافيا وعلميا ومعرفيا وحضاريا لتصبح أسلوب حياة في مواجهة واقع أرهقته فتنة لغة مواقع التواصل الاجتماعي. من مركز الأزهر للمؤتمرات، محمود العزالي، التلفزيون المصري.